مرحبا بكم اليوم الناس الكل في قناتكم الساحة. اليوم محمود البارودي يكشف حقيقة وفاة زوجة رجل الأعمال وزير سابق مهدي بن غربية بعد ما تداولت عديد الأخبار الكاذبة والزائفة في حق المرأة الله يرحمها وينعمها اللي توفيت مرت مهدي بن غربية، وطلعوا فيها برشا إشاعات، وذا اللي خلى مهدي بن غربية ينهار بسبب العباد والشماتة. ما فهمتش، حتى يتبعوا في الموتى مازال يتشمتوا في الموتى، كل واحد يخرج في اخبار زائفه وحده، واحد يقول انتحرت، واحد يقول باجات تكتب من شير اخرى اللي هي عندها بسبب مشكله معناها عائليه قامت بالانتحار. زاد برشا برشا باجات داولوا اخبار غالطه. اليوم محمود البارودي يكشف وقال انه المراه معناها ماتت بسبب سكته قلبيه لا اكثر لا اقل، والناس الكل ندعو لها بالرحمه ان شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها. وهكذا نكون وصلنا الى نهايه الموضوع.